على طول نشوف مع بعض رقم 8 الحريف اللعيب مؤيد محمد بيعدي. مؤيد يا ولد يا ولد يا ولد يا مؤيد يا ولد يا مؤيد، وانا اؤيد ان مؤيد ينطلق من الخلف للامام بمهاره بمراوغه، عدى وفات وشاط بيعدي بيفوت هيباصي لا هيشوط من البدايه توت توت توت. الجمهور الاردني كله مبسوط، بص الانطلاقه يا ولد، بص رده الفعل يا ولد، بص شوف مؤيد محمد، يا سلام يا مؤيد، عدى مر وفات وشاط ليسجل اول الاهداف على يسار عبد الله حياه. عبد الله حياه واحد من الحراس الكبار والمخضرمين، لازم التسجيل. فريق الاحمر، شوف فريق حماده راجعين عاملين ايه، بيدافعوا 2-2، بيدافعوا بسيستم 2-2. الله 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 الله، مانويل كيرما اللاعب الايطالي والباور بلاير بالفعل تنجز ما سعى اليه لويس فونسيكا، الخبره وادي المهارات قصيرة صغيرة. أصبحوا 5 لاعبين يا جماعة، أصبحوا 5-4، ودي قيمة الباور بلاير. حققوا التعادل، حققوا التعادل ليس فقط بل هيدوروا على المكسب. 1-1، برافو برافو مانويل كيرما، استلمها كويس قوي اللعبة اللي فاتت، لها بالمرصاد، برافو يا عبد الله إلا مانويل. خطر جدا يا مانويل، خطر جدا يا مانويل، ويسجل، نعم يسجل عبد الرحمن دقيش. يا سلام يا عبد الرحمن، يا سلام يا عبد الرحمن، فرحة 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 بعد خطأ كبير من مانويل، ينجح فريق حمادة في العودة والتقدم بهدف ثاني. خطأ كبير جدا من مانويل، والخطأ أنا بعتبره من عبد الله حياة، لأن إداله وهو في وضع مش كويس. حتى الآن لسه الفرصة مستمرة، نلعب في الثواني الأخيرة من عمر المباراة. مانويل قصيرة صغيرة، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، الله على المتعة، الله على الروعة، الله على الجمال، ينجح تماما. حمد حياة، يا سلام يا حمد، حمد حياة، وقبلت قبلت قبلت بالفعل، قبلت حياة بالفعل من خلال حمد حياة، ينجح في إعادة الحياة إلى فريق بنك الكويت الدولي، ويتعادل 2-2. وادي المرة الثالثة، نشوف هيقدر يكسب ولا لا. اللحظات الأخيرة، هاتوا خد، مش معقول يا جماعة، مش معقول، بيعملوا مثلثات مربعات شبه مستطيلات، عايز يقول له من الشبكة هات، لكن حكم اللقاء الحكم علي محمود وعيسى السيد كلاهما يطلق صافرته وينهي أحداث مباراة مثيرة ممتعة رائعة، قدم فيها فريق حمادة عرضا دفاعيا قويا وسجلوا هدفين، ونجح حارسهم ماجد الحافي في الحفاظ على البقية، بينما فريق بنك الكويت الدولي نجح في العودة مرتين بالباور بلاير، سجلوا هدفين من أجمل ما يمكن، ولكن في النهاية كانت واحدة من أجمل مباريات البطولة. بهذا التعادل يرفع KIB رصيده إلى 4 نقاط، يبقى متصدر